فيه نظرة جديدة لتنظيم المعارك خارج الجزائر. في السابق كان فيه بعض المشاركين ولا كنا نمشيو لبعض الوجهات اللي ما تنعكسش حقيقة على حجم تبادلاتنا مع الدول اللي نمشي لها باش نعرف بمنتوجنا، لكن فيه نظرة جديدة اليوم أننا نمشي إلى دول اللي عندنا معها حجم التبادل ونقدر يعني يكون فيه تبادل اقتصادي وتكامل اقتصادي بيننا وبين هذه الدول، ونقدر نشتري من عندهم ونبيع لهم موش فقط نظرة على السونسيلين. إذا فيه أولا اختيار الوجهات، فيه اختيار المتعاملين الاقتصاديين على وفق مجموعة من المعايير اللي تم برمجتها، وبالتالي راح يكون عندنا انتشار سواء في افريقيا سواء في العالم العربي سواء في القارات الاخرى من اجل اننا ننتشر في هذه الدول عن طريق معارض متخصصه هادفه الى نقاط معينه لتأملها الجزائر في تبادلاتها التجاريه. اما فيما يخص اولا في السؤال الثاني، يعني على بالك حنا لي زونتربريز تاعنا مازال ما يعطوناش لي يعني سازي يقول لك صافي بارتي دو لا كونفيدونسياليتي جو بونس جو سي با سي سي لو كا. مي انا كنت هنا في صفاقس مدير عام لهذه الشركه، كنت كل مره نحب ندير تقييم حول المعرض، يعني يعطونا عدد الاتفاقيات الممضات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ولو وشركائهم الاقتصاديين الاجانب. في كل مره كان ما عنديش الاجابه لان تبقى بالنسبه لهم دائما مش عارف لا يخافوا من العين ولا الله اعلم، لكن مازال ما راهي صار لو با اونكور الامور العاديه اللي نقدر نامل اننا نوصل الى اننا في كل مره يكون عندنا معرض الا اننا يكون عندنا عدد اتفاقيات الممضات. لكن نقول لك باللي فقط انا اتفاقيات الممضات لا تهمني عن طريقتها او طبيعتها ولا لاباراف تاعها، بل تهمني في حجم التبادلات الموجوده اليوم. اليوم لحقنا من 2019 كنا في 1.7 مليار دولار الى 2022 6.7 مليار دولار. نظن باللي الترويج الاقتصادي لمنتجاتنا لولوجها الى عالم الخارجي هذه هي النتائج الحقيقيه اللي نرجوها، ان حجم التبادلات اعطى هذا الرقم اللي هو رقم تاريخي. ونامل من خلال المعارض التي بدلنا حتى المعايير تاعها في اختيارنا للوجهات، في اختيارنا الى المتعاملين، في اختيارنا للعارضين، في اختيارنا للمنتوجات التي نعرضها، سوف ان شاء الله تلحق بنا الى الهدف المنشود من طرف المسطر من طرف السلطات العليا وهو 13 مليار دولار في حجم الصادرات خارج المحروقات. فيما يخص البرنامج المسطر، نظن بلي البرنامج كنت تكلمت على الخطوط العريضه تاع البرنامج، لكن فيه نوعين من البرنامج. فيه برنامج خاص يعني حر يتعاملوا به من خلال متعاملين اقتصاديين اترافير او عن طريق اتصالاتهم المباشره مع زملائهم من الخارج، سواء عن طريق لي بي تو بي اللي يديروهم غير معلنه، سواء كذلك عن طريق الاتصالات البينيه اللي تكون بين المتعاملين. لكن كاين البرنامج الرسمي اللي هو فيه ورشات، كنت سمعتوا سعاده سفير ايطاليا ونتكلم فيه برنامج تاريخي للاسبوع، سواء اقتصادي سواء ثقافي، حتى في الجانب الثقافي يعني فيه تبادلات كبيره. لكن حتى في احنا مادام من خلال عرضنا لقانون الاستثمار، من خلال عرضنا لبعض لحجم الصادرات خارج المحروقات، للندوات اللي راح نقوموا بها، راح يكون فيه برنامج ثري سوف يبلغ لكم من طرف لاصافاكس ان شاء الله لحضور كل فعاليته.